ومنعود معكم مشاهدينا نتابع بقية فقراتنا لليوم، وبدي رحب بضيفتي فرح الهاشم بفقرة هلأ وقتها. رح نحكي عن الفيلم اللي حضرتك أخرجتي، هو بيروت برهان. يا ريت بنحكي عنه أكثر، لأنه هالقد مأثرة بشخصية برهان علوية حضرتك. أول شيء صباح الخير، شكرا صباح على هالاستضافة الحلوة. بيروت برهان هو فيلمي العاشر أنا بشكل عام، والرابع كطويل. أنا مش قصد بس متأثرة ببرهان، أنا بحب دايما ما أنسى الماضي، بحب دايما أوصله بالحاضر. كرمال هيك أنا كحركة سينمائية، عضو بالحركة السينمائية العربية اللبنانية، لازم نضل نرجع نطلع لورا لنفهم لنحن لوين رايحين. فأعمال برهان علوية لا تنسى من أفلامه، فأنا كسينمائية قررت أني أعمل فيلم مهدى له، خصوصا أنه هو توفى بسبتمبر 2021. فدغري أنا قررت من بعد وفاته أنه لازم يكون في شيء ينعمل عنه. هلأ أنا أوريدي كنت عم بشتغل معه، سنحت لي الفرصة الحمد لله الحظ أني أحكي معه وأتعرف عليه ويشارك ببحثي بالدكتوراه، لأني أنا حاليا عم حضر الدكتوراه بفرنسا عن أعماله السينمائية وعن الهوية وكيف هو قدم الحب بسينما الحرب، بسينما أيام كانت العمل فيها حرب، في زمن الحرب. فالفيلم بيروت برهان بيحكي عن أفلامه بطريقة كرونولوجيكال أوردر، من وقت ما بلش لغاية آخر فيلم. من الأفلام المختارة هي مثلا بيروت اللقاء، رسالة من زمن الحرب، رسالة من زمن المنفى، إليك أينما تكون، لا يكفي الله أن يكون مع الفقراء. خلص هاي الأفلام اللي هو حضرته عملها الله يرحمه. فهاي الأفلام أنا بحكي عنها بسياق دوكيومنتري وروائي شوي، فأنا بكون عم بسرد الحكاية بالكراوية بالفيلم، وبرجع بعيد تمثيل بعض المشاهد خصوصا بفيلم كفر قاسم اللي بيحكي عن مجزرة كفر قاسم. فبيبلش الفيلم بموضوع فلسطيني بيور فلسطيني، وبينتقل لبيروت اللقاء، بينتقل لشخصيات اللي ظهرت بأفلامه. فبيظهر بالفيلم عدد كبير من الأشخاص مثل هيثم الأمين اللي كان هو بطل فيلم بيروت اللقاء، الموسيقار أحمد قعبور، إعلاميين مثل الإعلامي زاهي وهبي، في ناس كمان من الناشطين السياسيين مثل تيريز سعادي، هي كانت إعلامية وناشطة بإذاعة صوت الشعب بأواخر الثمانينات، غير الممثلين طبعا مثل محمد كلش، من الممثل كان معمل زيادة خلطة كبيرة من الأسماء موجودة. عشان عم خبرك يون لأنه مهم أنه ينذكروا. فكل واحد حكى عن وجهة نظره، حكى عن رأيه، وكلهم على فكرة منتشرين. يعني الفيلم لين تصور بين لبنان وبين بروكسل وباريس، لأنه يعني مش كلهم موجودين. وانت اخترت الأشخاص اللي عاصروا اللي قدرت لقيهم واللي وافق، عرفتي؟ في ناس مثلا ما بدها كانت تشارك لأسباب شخصية، ما عبالها تظهر بفيلم، في ناس ما بتحب الكاميرا، في ناس ما بدها تحكي أسرار على الكاميرا، يعني كل واحد كان عنده سبب، وفي ناس دغري وافقت وقالت لا نو بروبلم نحن. طب هذا الفيلم اللي اختاروه بالتحديد بمهرجان تأسيس صوت الشعب، شو له هيك روحية عندك؟ يعني بالنسبة لي أنا اختيارك لإلك وبعمل سينمائي كمان فيلم طويل. أنا بنبسط إذا بشارك بأي شيء له علاقة بالحركة الثقافية، سواء كان الخيار على مستوى الدولة مثل ما تم عرض الفيلم بديسمبر تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة، وبنفس الوقت إذا الشعب يعني مثل إذاعة صوت الشعب إنها تختار فيلمي، هذا كانوا عم تقولي إنه أنا من نبض هالمدينة. فأنا بفتخر أنه فيلمي بيشارك بأشياء تتعلق بنبض المدينة وحركتها ووجوها وتاريخها وصمودها ووجودها. فهذا الشيء بعتبره غنى لإلي أنا كسينمائية أولا، وبعدين للفيلم أنه هو يشارك بأحداث أو إيفنتات هيستوريك تاريخية بالمنطقة. خلينا نشاهد نحن وياك التريلر سوا. أوكي. نحن والمشاهدين. القصة بسيطة، القصة بسيطة. فلسطين للفلسطينية. لا برهان أكيد وعنده مكانته عنده مكان كتير كبير بالسينما العربية، فالأسئلة اللي كان يطرحها من أول فيلم ضل يطرحها لآخر دقيقة، وما بعرف بآخر حياته شو كان عم بيطرح أسئلة بينه وبين حاله. في ناس بنشوفهم كل يوم
وبيمروا مثل ما بتمروا الفصول بالحرب. هلا في ناس مش بالضروره نشوفهم كل يوم، وساكنين بالمدينه وساكنين بالقلب وساكنين بالروح. برهان من كفر قاسم لبيروت اللقاء وما بعد، ساكن حدي. برهان أكثر من خي. برهان أنا فاقد له ومحله فاضي وما حدا بيملى. يعني نحن وعم نشاهد هيدي المقاطع في أشخاص تأثرت جدا مجرد ما أنك ذكرتي اسم برهان علوي، يمكن أشخاص عاصروه وكانوا أصدقائه تعايشوا معه بفترات معينة من حياته، قد هذا الشيء أثر فيك وعزز يمكن طلبك أنت أكثر أنك أنت تنفذي هذا الفيلم وعن جد تصري أنه يخلص؟ أوكي، هلا بغض النظر عن التأثر العاطفي اللي شفته من الناس وخصوصا عائلته لبرهان، مدام زينة الأرملته وأولاده وابنه اللي ساعدوني كتير داود علوية إنه أنا أنجز الفيلم. هلا في فيلم، الفيلم هلا انعمل بنسخة تانية. الأول ما عملت الفيلم النسخة اللي انعرضت كانت تقريبا في ما فيها أرشيف لأفلامه بشكل كبير لأنه كان له علاقة بالكوبي رايت وهالقصص. بعدين بعد ما تواصلت مع العائلة كيف فتحوا لي قلبهم وكيف حكيوا معي وقعدنا نبكي على الواتس أب، يعني دمعنا عيوننا مثل اللي أنا اكتشفت عائلة جديدة انضمت لحياتي. رجعنا عملنا نسخة تانية مع كل الأرشيف مثل ما روائيا مطلوب بالفيلم. فهلأ النسخة اللي رح تعرض فيها بالضبط مثل ما أنا كنت عم بحلم تحققت. يعني أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك أنه أنا كيف بصمم، أنا بطبيعة الحال كفرح كأنا بصمم بعمل الفيلم. يعني أنا صار لي من 2013 بنتج وبخرج وبكتب أفلام، 10 سنين 10 أفلام. فبعمل بحب أني صمم على شيء وأعمله، سواء كان ما في مصاري أو كان في ما في فريق أو كان في أوضاع اقتصادية صعبة أو أوضاع سياسية. هاي قصة كلها أنا بحطها بسياق الفيلم، ما بحاول أخلق لنفسي تشالنجز إنه أقول إنه لا ما هتزبط، ما في كهرباء، إيه ما في تحديات كبيرة، ما في كهرباء، منشغله الكاميرا ما في كهرباء، ما هي بيروت. يعني هيك دائما أنا قديه جزء يعني شغلك أثر كمخرجة كفرح أثر على النمط تبع الحياة اللي انت عايشتيها؟ يعني شخصيتي انا شوي ماخذه طابع بين البوهيمي وبين الديكتاتوري شوي. ما بحب يعني اذا بدي اشتغل دائما البوهيمي، البوهيمي البوهيمي شخص العبثي ما بيحترم المواعيد، ما بيشتغل كثير منيح، بيكون ضايع الطاسه، هي كايوتيك وديس اورجنايزد. بس بيكون الشخصيه مثلا بدي شخصيه صارمه، انا اضطريت كل مع الوقت صارمه بعملي عشان خلص البروجكت. عرفتي؟ لانه اذا ضليت اتعامل بطريقه هيك على الهواء عم بتخيل البروجكت كيف بيصير يمكن ما حققه بحياتي او يمكن تاخذ سنين لحقق عمل واحد. بس انا تعلمت، انا علمت نفسي كيف كون ديسيبلند اكثر، صارمه بي ومحترمه الجدول ومنتظمه، كيف محترمه وقتي وكيف بشتغل. عشان هيك لما كنت فوت ببروجكت خلص يعني مثل الواحد فات على اختبار، اختبار شخصية. فبفتش بختار الناس وبقول لهم انه نحن عنا هالفترة عنا 7 أيام بدنا نصور مثلا 50 لقطة او 50 مشهد، بدنا نروح على الجنوب بدنا نصور هونيك، بدنا يعني دايما بحط حالي بديدلاينز وبجيبهم. بس بكون انا يعني انا عملك وقت تصوير هذا الفيلم انا كنت معظم الوقت تعبانة ومتضايقة ومش نايمة ومكتئبة وشفت قبره لبرهان علوي عم تبكي ورا الكاميرا. يعني انا انسان بالأخير. لا واضح انه في تأثر شديد. لا لأنه ببرهان علوي طبعا كإنسان وبقصته وبالأشخاص اللي يمكن عاصرون تعيش معهم وبطريقة هو يمكن سلوكه لطريقة معين من أفلام يمكن نفذها. هلأ نحن موجودين بعصر المنصات الإلكترونية، قدي هيدا الموضوع رح يقدر يخدم الفيلم اللي أنت عم تقدميه للمشاهد؟ لأنه بتعرفي أنت يعني صالات السينما وغيرها وغيرها مش كل الأماكن بتعرض هيدا الأفلام. لا هلأ شوفي أنا بالسنوات السابقة عرضت أفلام لإلي بالسينما بس كانت دايماً عروض محدودة. بس السينما تغيرت هلأ هويتها مع الأوضاع الاقتصادية، ما حدا حيشتري تذكرة سينما ويروح يخيرها على حاجاته الأساسية. يعني أنا شخصياً ما بعملها وأنا مخرجة، إذا محتاجة بحبايتي شيء لا بروح بقول بحضر فيلم على أونلاين أحسن لي. هلأ أنا بالنسبة بيهمني طريقة العرض، بتهمني العرض
فأنا هالفيلم هيدا راح ينعرض بمنصات إلكترونية مفروض بالشرق الأوسط. ما بحب أذكر الاسم لأنه بعده competitive عم submitting، يعني عم نشتغل على عرضها بأكثر من مكان. فمفروض بالخليج راح يكون في منصة، وبمنصة بالعالم العربي بشكل عام بالمينا ريجن إيجيبت، مفروض على ابتداء بالصيف إن شاء الله راح ينعرض أونلاين لحتى يقدر الجميع يحضر الفيلم. بس لا مت بالعكس، هاي الأفلام هلأ هي اللي عم تطلع عم تطلب، انعكست الآية. أيام زمان كانوا يفكروا أكتر بمور كوميرشل، هلأ لا عم بيحبوا ياخدوا أكتر من وجه، لأنه لتحصلي على تاريخ هو يمكن يلعب دور، لتحصلي على صورة كاملة لأي مشهد سينمائي هلأ you need documentaries، you need it، محتاجتهم للدوكيومنتاريز محتاجي. وهلأ أحلى الأفلام اللي عم تنعرض على نتفليكس وتوب 10 هي mostly documentaries. نحن اليوم رح نشاهد عرض الفيلم، اليوم رح يعرض على مسرح المدينة، فينا نعرف منك لأوقات لو سمحتي؟ اليوم رح يعرض بمسرح المدينة الساعة 7 عشية بمهرجان إذاعة صوت الشعب. هو هذا المهرجان العمل للاحتفال بذكرى تأسيس الإذاعة، فرح يكون في عرض للفيلم اليوم، وبكرة في كمان عروضات، وهذا كل شيء. أهلا وسهلا فيك، بيعطيك ألف عافية. ونحن دايما رح نواكب أعمالك بهذا الشغف اللي عن جد فرجيتنا إياه. هلا شكرا. نورتينا. شكرا.